البحر الميت هاي علي. إذا مساء الخير، خلونا الآن نشوف مقادير السلطة الفلسطينية ومباشرة نشوفها كيف نحضرها. يلا. طبعا السلطة الفلسطينية تنحط عليها البتكوية، بس الآن فيها بندورة وخيار، أكيد فيها طحينية، وفيها لبن المراعي، ربع كوب بقدونس، وبصل مفرومة، نعنع طبعا طازج أكيد، لبن المراعي، ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، فص ثوم مفروم، ملح، إذا عندكم فجل، أوراق فجل، فرفحين، جرجير، بقلي، أي شيء عندكم تنحط عليها. هي الفكرة اللي تقدم مع السمك مباشرة. هون عم بفرم خيار وبندورة بالسكين الكبيرة، ولكن عندي طبعا كمان السكين الصغيرة كمان موجودة عندي، فعندي اليوم توتالي سكينتين عم بشتغل فيهم. اوكي، هاي عندي البندورة صارت جاهزة. اوكي، امورنا تمام. خلونا نشف لوح التقطيع الابيض اللي هو احنا بنستعمله للاكل المطبوخ او جاهز للتقديم. اوكي، هون نجيب البقدونس والنعنع، بنحكي مساء الخير لمنال. منال مساء الخير. مساء النور، يعطيك العافية شيف، كيف حالك؟ الله يسلمك، تمام، يعطيك ألف عافية وشكرا لك. يا هلا فيك، يا هلا. شيف نبالدي أشكرك أنا كل إشي، بس خصوصا السلطات. أنا هلأ كثير بحب السلطات، وكنا نروح على المطاعم بس عشان أكلها، هلأ لما صرت أعرفها وأسويها فوفرت علينا أنت أصلا روحها على المطاعم. الحمد لله، يديك وعينيك، شكرا لك. بس يا ريت شيف نضل أغلبك إذا في مجال تسوي لنا المنسف قبل الجمعة الجاي، مش هاي لأنه عندي عزومة الجمعة الجاي إن شاء الله. اسمعي، المنسف أنا عملته كثير، عملته كثير، هذا طبق شعبي كل الأردن فيها في معلمين، فشو ما نسوي مش حيزبط معانا. أهل الكرك يقول لك يا عمي مش هذا منسف الصح، أهل الربد إيه هذا منسف خام، أهل يعني. فلذلك شوف على اليوتيوب أنا عامل حلقة عن المنسف اسمه منسف الأردني، تابعيه وشوفيه وإن شاء الله حتكون كثير مبسوطة. تحياتي. إن شاء الله، ماشي. أوكي، هاي الملح، هاي الملح، هاي البصل. يا ريت نشوف مقادير كمان الكيكة اللي عملناها قبل شوي لأنه إجانا عليها استفسارات كثير. أوكي، يعني عليك يا علي، يعني عليك، أمورك تمام. كعكة البهارات بالجوز هي أمامكم، شوفوها حبايبنا، هي صارت على يميني، يميني ولا يساري؟ يميني أكيد. أوكي، هون بعد ما ضفنا البقدونس، البصل، البندورة، الخيار، راح أضيف كمية الطحينية الموجودة عندي. أوكي، كمان عصير الليمون، ونجيب لبن المراعي، وما ننسى التوم. التوم أهم شيء بالسلطة هاي، في حال عندكم ما بتحبوا التوم انسوا التوم. اوكي، هاي اللبن كمان، وناخذ اتصال من ام احمد. مساء الخير ام احمد. مرحبا، مساء الخير ام احمد. الله يعطيك العافيه، يا هلا، كيف حالك؟ في نضال، الحمد لله، يا حي الله، يسلم وديك على الاكلات الزاكيه، وديك يا رب. الله يسلمك. معلش بدي اسالك، فخذ الخروف قديش في الفرن بتقعد؟ فخذ الخروف اذا كان عندك فرن كويس حرارته من جوا بتصل لغايه 180 في اول نصف ساعه. وشوفوا لحم الضأن بشكل عام او لحم الخروف بحاجه لثلاث ساعات داخل الفرن، 90 دقيقه داخل الفرن، فبالضبط بدك 90 دقيقه تقريبا. اي استفسار اخر؟ علي بحكي لي شغله مهمه، بحكي لي يا شيف سمك ولبن، طب ما بزبط هذا الحكي صح؟ طبعا احكي لك شغله اخ علي، بالنسبه للبن والسمك مش كل الناس بتنضرب بالموضوع، اللي عندهم حساسيه او تحسس مع اللبن والسمك، لان انا بعرف صاحبي لي بياكل علبه سردين لا مش سمك اكيد، بياكل علبه سردين وبيحلي بعلبه لبن، يعني ما بصير في شيء، معدته ما شاء الله ممتازه. فمش كل الناس، مش كل الناس طبعا ممكن يكون معها حساسيه، في حال عندكم حساسية بهذا الموضوع خلص لا تسووا، خلونا بس أعمل ديكور للسلطة. طبعا السلطة هاي هسه بعد شوي راح تلاقوا أنه صار فيها مي كثير. أوكي، موجود من اللبن، هاي عندي هون صار الموضوع تمام. إن شاء الله بدي أعملكم هيك يوم عن
الديكور تبع السلطات وكيف ممكن نزين. اوكي، اذا اعزائي اليوم كانت فقراتنا كثير طيبة. نعيد بالضبط شو عملنا لليوم. عملنا سمكة مشوية بالصلصة الحارة، وكمان سوينا كبة الأرز وكبة حامض من نبيل، نبيل بكل وقت ولأي وقت. قدمنا لكم اليوم من البيروتي الحمص والبابا غنوج. عملنا سلطة الفلسطينية، وكمان عملنا لكم الكيك، كيك البهارات مع الجوز. إذا هاي السلطة عندي صارت جاهزة، هيك أطباقنا لليوم صارت جاهزة. إن شاء الله يكون إفطار هني يا رب عليكم جميعا، وتكون أمور طيبة وخير يا الله. إذا أعزائي اليوم فقراتنا لليوم خلصت. أنا أكيد بكرة راح أشوفكم في مطبخ رؤية مع نبيل في حلقة جديدة ومتجددة، وبكرة زي ما وعدتكم راح أعملكم البرياني. إذا لبكرة استنونا، وأنا بحكي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.